متابعونا جميعا أحييكم بأجمل تحية مسائية في يوم الختام إسدال الستار على هذا المهرجان، مهرجان ولي عهد دبي شوطنا الثالث الذي أعلنت انطلاقته منذ لحظات، وهو الشوط الخاص بالزمول المحليات الأصايل. جائزة هذا الشوط 1.5 مليون زايد خنجر ذهبي للمركز الأول. جاءت الأسامي، جاءت الشعارات، جاءت الآمال والتحديات في هذا الشوط، في هذه الانطلاقات المتميزة. نتابع الصدارة، نتابع البداية ومقدمة هذا الشوط، وأرهني ملبي، أرى ملبي لب الندى منذ البداية يتقدم ينطلق بناموس هذا الشوط. حمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري يتابعه بهذا الانطلاق. المركز الثاني منه لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي ياتي على مستوى المركز الثاني. شعار بي اللي انتزعت السيف في الشوط الماضي ياتي بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع المتميز. المركز الثالث هملول عتيج بن مطر بن حسن القبيسي يتقدم ينطلق مع المركز الثالث. رابع التحديات التقدم في هذه اللحظات. جبر راشد بن سالم بن مسحار المتفيج الاكتبي يطلق مع المركز الثالث. رابع الانطلاقات من الجانب الاخر مروي او ارى التقدم من الجانب الاخر. انطلاقة ازعاج عبد الله بن علي بن بخيت النيادي ينطلق على مستوى المركز الرابع. خامس الانطلاقات شاهين عبد الله بن بطي بن حميد الدرعي ينطلق بدوره مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز المتقدمة جميعا في موقع واحد. شوط يحمل التحدي والإثارة والانطلاق المتميز، ولكن اللي قاد المجموعة منذ البداية ملبي بناموس هذا الشوط. حمد بن غانم بن حمودة الظاهري يتقدم، ولكن ارصد لي هملول من بدأ يتقدم من بدأ ينطلق بناموس هذا الشوط. مطر بن حسن القبيسي المركز الثالث منهي مع المركز الثالث. ياتي شعار الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي يتابع تحديات منهي المركز الرابع. من الجانب الاخر انطلاقة جبر راشد بن سالم بن مسحار الاكتبي، ومع المركز الخامس القدوم في هذه اللحظات. نتابع مروي او ارهني شاهين عبد الله بن بطي بن حميد الدرعي. الخمسه المراكز الاولى يرن الشوط بهذا الاندفاع، بهذا التحدي، والخنجر الذهبي حايره ما بين هذه الاسامي، ما بين هذه الشعارات. مع هذا الانطلاق المتميز، الصدارة والبداية والمقدمة، وهملول على مقدمة هذا الشوط. هذه السلالة المحلية الأصيلة، هملول من قاد المجموعة. عتيج بن مطر بن حسن القبيسي يتقدم بناموس هذا الشوط، ولكن من الجانب الآخر ياتي شعار حمد بن غانم بن حمودة الظاهري. ما شاء الله السرعة الحاضرة في هذا الشوط. ملبي مع المركز الثاني. ثالث التحديات، ثالث الانطلاقات. جبر راشد بن سالم بن مسحار المتفيج يقود بهذا الانطلاق، ومع المركز الرابع. ارصد لي ايضا شعار الدرعي مع شاهين عبد الله بن بطي بن حميد الدرعي
الدرعي يقدم 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 شاهين بهذا الانطلاق بهذا الاندفاع المثير. ومنهي خامسا حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي متابعا منطلقا بتحديات منهي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. ولكن أرى هناك أيضا أسامي وشعارات لم يحن دخولها إلى عالم الإذاعة، نترقبها في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية. نعود مع الصدارة والعودة أحمد إلى مقدمة هذا الشوط مع هذا الانطلاق المتميز، مع التشكل مع هذا الانطلاق الجميل والرائع، مع المثلث الذهبي، مع المثلث الذهبي بتقدم بتقدم ملبي وملول مع المركز الثاني. ثالث المراكز ياتي جبر، يا الله على هذا الشوط وهذا الأداء المثير والرائع. ولكن ملبي ملبي يلبي الندى حتى هذه اللحظات. حمد بن غانم بن حموده الظاهري يقود بهذا الانطلاق، هملول مع المركز الثاني، عتيج بن مطر بن حسن القبيسي يتابع يتابع يتابع، تقدم هملول، جبر مع المركز مع المركز الثالث مع المركز الثالث، يتقدم راشد بن سالم بن مسحار المتفيج الاكتبي يتابع يتابع جبر مع المركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع. ياتي شعار الدرعي بهذا الانطلاق المثير شاهين عبد الله بن بطي بن حميد الدرعي، ما شاء الله ما شاء الله. ياتي منهي مع المركز مع المركز الخامس بشعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، حزام الغابات حزام الغابات على اليمين مع هذا الانطلاق المتميز مع هذه العروض الرائعة. والخنجر الخنجر الخنجر الذهبي مطمح للجميع، ينطلق هملول بناموس هذا الشوط، عتيج بن مطر بن حسن القبيسي يتابعه يتابعه بهذا الانطلاق الرائع على الصدارة والبداية. ملبي مع المركز الثاني، ملبي حمد بن غانم بن حمودة الظاهري، ومع المركز الثالث ياتي جبر مع هذا الانطلاق المتميز. جبر مع المركز الثالث منذ البداية منذ البداية، التنافس الواضح والباين، راشد بن سالم بن مسحار المتفيج الاكتبي المركز الثالث، انطلاقة وتحديات شاهين عبد الله بن بطي بن حميد الدرعي. وصلت الأسامي وصلت الشعارات مع هذا الانطلاق المتميز. نتابع نتابع نتابع، المركز الخامس منهي حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، زادت سرعة الشوط، انطلق الجميع مبكرا في هذا الانطلاق المتميز. وهملول يسيطر، هملول على الصدارة، لوحة الاثنين كيلومترات غادرناها، غادرنا بوابة المدرج بوابة العبور، العبور إلى الناموس العبور إلى الخنجر. وهملول يسيطر، هملول ينطلق بناموس هذا الشوط، عتيج بن مطر بن حسن القبيسي يتابعه يتابعه بقيادة مختار بن أحمد، من يعلن من يعلن تحديات هملول. المركز الثاني ملبي حمد بن غانم بن حمودة الظاهري، ما شاء الله ما شاء الله. جبر جبر مع المركز الثالث مع المركز الثالث، يتابع راشد بن سالم بن مسحار المتفيج الاكتبي، والدرعي من الجانب الآخر شاهين عبد الله بن بطي بن حميد الدرعي. الأربع المراكز الأولى منذ البداية منذ البداية بتحديات هذا الشوط، والاتجاه الاتجاه السليم إلى خط النهاية. نتابع المركز الخامس تقدم في هذه اللحظات ذيبان بخيت بن عيلاب بخيت بن كراز السبوسي، يتقدم ينطلق مع المركز الخامس. ونغترب نغترب مشاهدينا متابعينا الكرام من لوحة الكيل
المتر الأخير، الكيلو المثير، الكيلو الخطير، مع هذا الانطلاق المتميز مع الزمول المحليات الأصايل هملول على الصدارة، ولكن ارصدني ارصدني الأسامي القادمة هملول على الصدارة، عتيج بن مطر بن حسن القبيسي ملبي ملبي مع المركز الثاني حمد بن غانم بن حمودة الظهري، ولكن القادم 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 البدع مع المركز مع المركز الثالث حمد بن راشد بن حمد بن غانم بن حمودة الظهري، واللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة هملول هملول ملبي 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 وهملول على الصدارة، عتيج بن مطر بن حسن القبيسي يسيطر يسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط، راح مع الصدارة هو الأقرب هو الأقرب للخنجر، هملول 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 السلالة الهملولية العريقة الأصيلة، ينطلق هملول بناموس هذا الشوط الخنجر الذهبي مع هملول، تهانينا تهانينا لعتيج بن مطر بن حسن القبيسي، وسلام سلام للعاصمة أبوظبي، سلام تهانينا تهانينا لمختار بن أحمد من قاد بهذا الانطلاق، المركز الثاني ملبي لحمد بن غانم بن حمود الظاهري، المركز الثالث البدع حمد بن راشد بن حمد بن غدي الكتبي، المركز الرابع جاء أيضا هزام لراشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، ومع المركز الخامس بشعار حمدان بن سعيد بن يابر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمسة المتقدمة في هذا الشوط، نعود مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية، هملول على الصدارة من ظفر بالخنجر الذهبي جاء بتوقيت زمني مقداره 12:39 ثلاث أجزاء من الثانية، تهانينا لعتيج بن مطر بن حسن القبيسي، تهانينا لمختار بن أحمد من قاد في هذا الشوط، والسلامات للعاصمة أبوظبي اللي وصل مع المركز الثاني وقدم عرض يشكر عليه 12:41 أربع أجزاء من الثانية، تهانينا لحمد بن غانم بن حمودة الظاهري من جاء بتحديات ملبي مع المركز الثاني المركز الثالث. هذه لحظات وصول البدع إلى خط النهاية 12:46 جزء واحد من الثانية، تهانينا لحمد بن راشد بن حمد بن غدي الكتبي، تهانينا والناموس للجميع.